المسائل التي يجب على الآباء الاهتمام بها هي مسألة التربية الصحيحة والسليمة للأبناء، بل تعتبر هذه المهمة من أوجب الواجبات. تربية الأبناء ليش من أوجب الواجبات؟ لأن التربية السليمة وبالشكل السليم الذي أشار إليه الفكر الإسلامي الأصيل يؤسس قاعدة علمية أساسية. ما هي؟ بناء المجتمع الصالح عن طريق ماذا؟ عن طريق التربية السليمة. وأي تهاون في مسألة التربية فإن ذلك يشكل خطر كبير يؤدي إلى بروز ظواهر غريبة في مجتمعنا. من هذه الظواهر؟ ظاهرة تمرد الأبناء، وحديثنا هذه الليلة حول ظاهرة تمرد الأبناء. إذن من أهم المسائل التي يجب على الآباء الاهتمام بها هي مسألة التربية الصالحة والسليمة إلى الأبناء. القاعدة الأساسية لبناء المجتمع الصالح أن تكون هنالك تربية سليمة، وإلا عدم التربية، نلتفت، عدم التربية أو التهاون في التربية يخلق لنا ظواهر على المستوى الأسري وعلى مستوى المجتمع تؤدي كيان الأسر وكيان المجتمع. منها كما قلت لك ظاهرة تمرد، والحديث يكون في أمرين. رحم الله من ذكر القائمة فقام. تفضل شوي. صلي وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد. الأمر الأول في بيان القرآن الكريم وظاهرة تمرد الأبناء. الملفت والمتتبع للآيات القرآنية يجد أن القرآن أشار إلى جملة من النماذج أو من مظاهر تمرد الأبناء على الآباء. أكو عندنا بالقرآن الكريم ظاهرة تمرد الأبناء أشار إليها القرآن. النموذج الأول أو ظاهرة التمرد الأولى التي أشار إليها القرآن الكريم هو تمرد ابن نبي الله نوح. يا بني، عندما قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، النموذج تمرد الأبناء الذي طرحه القرآن الكريم يمثله لنا في ابن نبي الله نوح. كنعان، هذا كنعان تمرد على والده، رح نبين بعدين الأسباب، تمرد على نبي الله ولم يطع نبي الله نوح. عندما دعاه لأن يركب معه في السفينة تمرد. ماذا قال؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من ماذا؟ من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله. شنو كانت نهايته؟ الغرق، كان من المغرقين. إذن الظاهرة الأولى التي تطرق إليها القرآن من ظواهر التمرد تمرد الأبناء هو من؟ هو كنعان ابن نبي الله نوح. هذه ظاهرة قرآنية أشار إليها. ظاهرة
ظاهرة أخرى أيضا أشار إليها القرآن الكريم، ظاهرة التمرد، نموذج آخر أشار إليه الآية القرآنية ماذا تقول؟ الذي والذي قال، مضمون الآية المباركة، والذي قال لأبويه أفن لكما، أفن لكما. هاي الآية التي تحدثت عن تمرد هذا الولد العاق الذي كان يمتلك أب وأم صالحين مؤمنين. شوف رغم هذا التعب والسهر الذي سهرا عليه إلا أنه في نهاية المطاف يأتي ويقول لهما أف لكما. إذن ظاهرة التمرد، تمرد الأبناء، أشار إليها القرآن الكريم وبينها القرآن الكريم وتحدث عنها القرآن الكريم. هذا الأمر الأول. إذن ظاهرة التمرد موجودة بالقرآن الكريم. تعالي للنقطة الثانية، سؤال يعني صلب الحديث في هاي النقطة، ما هي أسباب تمرد الأبناء على الآباء؟ أريدنا أكو ظاهرة التمرد موجودة أو موجودة؟ ظاهرة بارزة في مجتمعنا يا لا بارزة. يقول لك والله ابني متمرد علي، يقول والله ابني معاندني، والله ابني ما يستمع الكلمة. خو موجود، مملوء المجتمع بظاهرة تمرد الأبناء. السؤال هنا، السؤال ما هي العوامل التي ماذا تؤدي إلى بروز ظاهرة تمرد الأبناء على الآباء؟ أنا أذكر جملة من العوامل. العامل الأول، نلتفت شوية يا إخوان، الكلام مو بس إلى الأبناء، الكلام إلى الآباء وإلى الأبناء. أقول راح نجيب الأدلة وراح نجيب القضايا المتعلقة بالإثنين. العامل الأول اللي يؤدي إلى بروز ظاهرة تمرد الأبناء على الآباء، العامل الأول هو ماذا؟ تمرد الآباء على آبائهم. أول عامل تمرد الآباء على من؟ على آبائهم. بعبارة أبين لك، بعبارة أنه إذا كان كان الأب متمردا على أبيه الكبير بالعمر، تمرد على أبيه الكبير بالعمر، فإن هذا النوع من التمرد من قبل الأب على أبيه ينعكس على من؟ على الأبناء. يقول الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، بروا آباءكم يبركم أبناءكم. راح نفصل فيها المسألة الآن. يقول الإمام الصادق بروا آباءكم يبركم أبناءكم. بعبارة عندما نقول بأن من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى بروز ظاهرة التمرد، تمرد الأبناء على الآباء، نفس الآباء عندما يتمردون على آبائهم، فإن هذا ينعكس على الأبناء من خلال أمرين. رح أشرح الأمرين. أمرين، الأمر الأول العامل الوراثي، والأمر الثاني العامل الاقتدائي. شلون العامل الوراثي؟ العامل الوراثي له دخالة يا لا؟ إذا كان الأب متمردا على أبيه، هذا الأب ينجب أولاد، ألا يتدخل العامل الوراثي في هذا الأمر؟ يتدخل يا لا؟ له دخالة. القرآن الكريم هكذا يقول، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين، هذا نبي الله نوح، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا. إذن العامل الوراثي له دخالة يا لا؟ له دخالة. العامل الوراثي له دخالة. إذا كان هذا الأب لا يقدر والده ولا يحترم والده بل يسيء ومتمرد، النوم يريد من ابنه يكون بار معه، والإمام صادق يقول بروا آباءكم يبركم أبناءكم.
إذن العامل الأول من القسم الأول أنه الذي يؤدي إلى ظاهرة التمرد، تمرد الأبناء ونفس الأب من خلال العامل الوراثي، هذا الأمر الأول. العامل الآخر نفس العامل الأول بشقه الثاني اللي هو العامل الاقتدائي. شلون الاقتدائي؟ إذا هذا الولد يشوف أبوه متمرد على جده، هذه القضية الآن مو وراثية، الوراثة تكلمنا عنها. إذا هذا الولد يشوف أبوه متمرد على جده، هذا التمرد ينعكس على الابن ولا؟ قطعا ينعكس على الابن، هذا اقتداء، اقتداء هذا الأمر. أنا أقول لك قصة وقصتين في هذا الجانب، حقيقيتين، واحدة هنا واحدة في غير مكان. الأولى يقولون أكو شاب والده أرسل إلى الغربة للدراسة، وفعلا درس ما قصر هالأب هذا، الله يحفظ الآباء إن شاء الله، دائما منقصرين ويا الأب. أرسل إلى الخارج إلى الدراسة وفعلا درس نجح، جاء بالشهادات العليا، إجى تزوج وعاش تلك الحياة، حياة مرفهة، زوجة متعلمة إلى آخره، إلى أن هذا كبر أبناؤه. كان الوقت وقت شتاء، الولد جالس ويا زوجته وأولاده بالبيت، مر عليهم الأب بالليل، كان الجو ممطر، استنى يريد يدخل على ابنه، هذا المتعلم اللي جاي من الغربة واللي جاي من كذا واللي بركة الأب اللي سهر الليل، راد يدخل يعني مع بيت ابنه هذا وكذا والجو ماطر، راد يدخل، التفت راد يدخل والده، هنا الزوجة وقفت له، قلت له شوف ملابسه الآن وحن وكذا ومطبخ ويدخل وكذا، فوقفت حاجز بينه وبينه. وبعد تعرف هو بعد هم المتعلم ها انصاع إلى فعلا ما أدخل، والده، وقف والده بالمطر هناك بالشتاء. شوي بعد هذا الولد شوي عنده بعد بعض الأمور يعني ما راحت يعني كل هذا، أرسل ابنه، ابنه الصغير ولده، قال له ابني روح خدم غطاء موجود عندنا، أود إليه ذاك جدك، أخذ إليه هذا الغطاء. راح الولد يأخذ الغطاء حتى يودي إلى جده، ها شاف الولد تأخر وين، بحث عنه شافه بالمطبخ، شو يسوي؟ قاعد يقطع الغطاء، قال له ليش تقطعه انت؟ خذ الغطاء وده لجدك برا بالشارع. قال اقطع الغطاء حتى اعطي جدي النصف الاول واعطيك النصف الاخر بعد ان يكون حالك مثل حال هذا. نفس العمليه، قال نصف الغطاء لجدي والنصف الآخر لك. هذا نوع من الاقتداء، لما يشوف الطفل أبوه أي حركة شوفها تنعكس على هذا الولد، ها تقول والله أنا ابني متمرد، خد تشوف تصرفك أول ويا، شوف التصرف. هذه قضية. أكو قضية أخرى أيضا هنا، أحد الأخوان نقلها لي، ربما شاف هذا المشي وعاين هذه المسألة، شاف أب الولد، يتعدى على أبيه، يضرب أبوه، يشتم أبوه، يضرب والده، لكن التفت الآن هذا خطأ صحيح، لكن أريد منشأ هذا التصرف. إيش قال الولد؟ اللي كان يسيء الأدب لأبوه ويضرب أبوه، إيش قال له؟ يقول له هذا الذي أصنعه فيك قليلا بما صنعته في أبيه. انت شايف شلون؟ انت اللي سويته بوالدك، اللي انا سويته وياك اقل من اللي سويته بوالدك انت. شايف؟
شايف الاقتداء. هذا شاف والده شلون يضرب جده فأخذ هذه الأمر. إذن العامل الأول من عوامل بروز ظاهرة تمرد الأبناء هو ماذا؟ هو نفس تمرد الآباء على آبائهم. ولذلك يحث الإمام الصادق بروا آباءكم يبركم أبناءكم. دير بالك على والدك حتى بكرة بالمستقبل ابنك يدير باله عليك، يدير باله عليك. هذا العامل الأول. العامل الثاني لبروز ظاهرة التمرد عند الأبناء كثير، والله ابني متمرد، والله ابني عان، والله ابني كذا، كثير واقع. العامل الثاني إهمال التربية. خلنا نلتفت شوية واقعنا نعيش في زمان من الناحية العلمية والتكنولوجية متقدمة، صحيح ولا؟ هذا زمان، زماننا الآن غير زمان آبائنا. بعد قبل 10 سنوات الواتساب ما كان موجود، صحيح ولا؟ الآن موجود. فهاي الزمان هم يختلف عن ذاك الزمان. الشباب ما شافوا السوالف دول، احنا شبابنا هاي العمر شافوه. اهمال التربية من العوامل التي تؤدي الى ظهور ظاهرة التمرد واقعا. شلون الاهمال؟ الان انت عند طفل ولد، الان انت ايش عندك؟ وتاخذ الى جهاز اخوه، مو مشكلة، الله انعم عليك، اكرم عليك، اعطيته اخو. انت تدري بهاي الولد من الصباح الى اي وقت هو بهذا الجهاز بيده؟ انت تدري بي؟ انت تدري وين يدخل هذا بالجهاز ماله وين يطلع؟ انت ما تدري، انت ايش مدري؟ الان كثير من السموم موجودة، هاي الاجهزة الموجودة عندنا سموم موجودة مطروحة فيها، موجودة تطبيقات امرها مشكل واقعا. الان تدري بي انت هذا؟ انت اخو ما تدري بي؟ يقول لك هذا الولد روح سوي لي شي البريك، انا قلت روح سوي اذا وتجي، صحيح ولا؟ نزل لي، صحيح؟ انت شفته هذا؟ انت ما شفته. هذا الاهمال، اهمال التربيه الى الابناء، لا سيما في زماننا هذا. هذا الزمان يقول علماء التربيه، علماء التربيه اهل الاختصاص هكذا يقولون، اهم ميراث يورثه الاب الى ابنه بضع دقائق يجلس ويا ابنه. انت ابنك ما تدري بيه؟ ابنك ما تدري بيه؟ ما تجلس وياه؟ اذا انت ما تجلس وياه من يجلس وياه؟ الجهاز يجلس وياه، الجهاز يجلس وياه. اذا ما عنده رفيق سوء عند الجهاز 24 ساعة قاعد عليه، هذا الجهاز يأذيه، يملأ كل وقته. وهذا الجهاز في انترنت ويدخل بالانترنت، شوف وين يروح، الله العالم. زين يقول الشاعر، اهمال تربية البنين جريمة عادت على الآباء بالنكبات. اهمال تربية البنين جريمة عادت على الأبناء على الآباء بالنكبات. بعدين يلتفت يقول يا ريت ما شريت، ويا ريت. اذا من العوامل الاهمال اكو قضيه يذكروها، قضيه شوف لما تترك الولد على الخطا من الصغر ما تسيطر عليه بالمستقبل وتجي حاله التمرد. اكو قضيه يذكروها، جابوا شخص سارق مال كثير، سرق مال، جابوه الى من؟ جابوه الى القاضي، حدونه قيمون على الحد. اي طلب امه، اجت امه تزوره قبل ما يقيمون على الحال. زين لما اجت امه طلب منها ان تتقرب اليه، يريد يقبلها قبل ما يحدونه. هي قضيه يذكروها هكذا، لما تقربت امه راد ما قبلها، عض امه الله، قالوا له ليش انت سويت هذا الامر؟ ليش؟ خليش؟ قال لانها عندما كنت صغير وسرقت بيضة
ترك ثريا وما سأل ثريا. سرق ثريا. شنو هذا مقدار البيضة هي؟ هي 50 فلس أنت تشتريها هاي البيضة 100 فلس. مقدار جدا بسيط، لكن تربى على هذه المسألة إلى أن كبر وبدأ يسرق ويسرق إلى أن جاء واقتيد إلى القصاص. إذا نوع من الإهمال أو لا؟ هذا طفل أنت لما يرتكب الخطأ تتجاوز عنه، لا تتوقف عند الخطأ وتعالج الخطأ، كما أنك ترى الأشياء الحسنة الموجودة فيه وتنميها تلتفت إلى الخطأ. إلا طفل هذا إيش مدري الآن خو متى بتعلم الآن صلاه حتى يقوم يصلي صلاه الصبح؟ لا، بعد على مدرسه خوه وحق الله وين يروح؟ اذا الطفل ما يتربى على هاي الاهمال يؤدي الى نشوء هذه الظواهر، ومنها ظاهره التمرد. يتمرد عليك بكره ابنك، يتمرد عليك، ما تقدر تسيطر عليه انت. اكو واحد من الاباء، انا كنت جالس جنبه احد الحسينيين، اسمع شوف عدم السيطره بعدين. ها كنت جالس جنبه، اجى ابنه طلب مبلغ من المال، قضية قبل 10 سنوات، طلب مبلغ من المال. انا كنت جالس جنبه من دون مساءلة من دون شيء، اخرج المبلغ. المبلغ كان كبير، اخرج المبلغ حتى بذاك الوقت شوي كبير يعني، اخرج المبلغ واعطاه الولد وراح. التفت لي يقول بعد مولانا حكم القوي على الضعيف. قلت له إذا الآن حكم القوي على الضعيف بهاي المقدار، بكرة لما يكبر شو تسوي ويا هذا؟ هذا يطلب منك سيارة وانت ما عندك أموال للسيارة، يطلب منك مثلا أمر معين انت ما عندك، شو يسوي هذا؟ هذا إهمال، إهمال في التربية. انت لا تقصر على ابنك، جيب الى ابنك اللي يريده ما يخالف في حدود المعقول. الله انعم عليك بخير، اغدق على هذا الولد ما يخالف، لا تترك، لا تقبض ايده، صدها بس مو كل البوز، صدها شوي ما يخالف، لكن دير بالك انت تفتح المجال، انت تتاذى في المستقبل. واقعا القضايا التي وصلتنا والمشاكل بسبب هذه الأجهزة ليس فقط على مستوى الأبناء، حتى على مستوى الكبار، حتى على مستوى الآباء، هنالك انفصال للعلاقات الزوجية، انفصلوا بسبب هذا التطبيق المعروف، تطبيق المحادثة الآن الموجود. انفصال، تعرف يعني شنو انفصال؟ يعني هدم كيان أسرة. انت ملتفت الى هذا الامر؟ ملتفت الى خطورة هذا الامر انت؟ ودير بالك. اذا العامل الثاني لنشوء ظاهرة التمرد الاهمال. العامل الثالث، العامل الثالث وهو سيطرة او بعض أنماط التفكير الموجودة عند الآباء فرضها على الأبناء. خل شوي نتوقف في هذه المسألة. أكو بعض العادات السابقة وبعض أنماط التفكير السابقة مال زمان أول، مال زمان الآباء، يحاول الأب أن يفرضها على هذا الابن. الآن الوقت تغير، الجيل تبدل. يقول الإمام سلام الله تعالى عليه: لا تقصروا أولادكم على آدابكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. ذاك الزمان غير وهذا الزمان غير. الآن هذا النوع من الضغط على هذا الولد بنمط معين، بعادة معينة، يولد عنده ضغط، هذا الولد يولد عنده شعور أنه ماذا؟ مستضعف، يولد عنده شعور بأنه مهتضم، ولذلك تبرز عنده ظاهرة التمرد. يتمرد، يتمرد عليك. إذن هذه عوامل، عوامل لظاهرة التمرد، والعوامل كثيرة، وأنا أذكر فقط علاج واحد من العلاجات، والعلاجات كثيرة. إذن هذه جملة من العوامل والأسباب التي تؤدي إلى نشوء ظاهرة تمرد الأبناء. العلاج أيها الأحبة، هو العلاج جدا بسيط،
العلاج عكس ما قلنا، عكس ما قلنا هو العلاج. هذا الولد لما انت تكون قريب إلى، لما تغدق عليه مو بس بماله بحبك إلى، لما نتصادقه، لما تعيش وياه، لما نترافقه، لما تروح وتجي وياه، شو المانع تاخذ ابنك وياك وين ما تروح؟ انت ما تطلع ويا صديقك هذا؟ وهذا ولد الان ايش كبره الان ما شاء الله عليهم سنتين طوله ايش كبره يصير؟ هذا وياه؟ هل يطلع وياك؟ اشركه في قرارات البيت ما يخالف؟ اشركه في قرارات البيت؟ لما تشركه في قرارات البيت، قرارات المنزل، هذا شيء يقول؟ يقول والله الوالد يروح لاصحابه يفتخر امام اصحابه، والله الوالد اليوم شاورني، انا الي وجودي بالمنزل، انا الي مكانتي بالمنزل، انا مو صفر على الشمال، انا مو حاجه على الرف، لا انا الي شاني. لما انت تقدر هذا الولد، ولدك قدرك بالمستقبل، لما انت تتقرب اليه ابنك يتقرب اليك، لما تفهم ابنك ابنك يفهمك. هذا المقدار، هذا ما نطرحه، هذا ما تتكلم يتكلم عنه اهل الاختصاص. فكر اهل البيت هكذا، لا تقصروا اولادكم على ادابكم فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم. شويه شويه، ولنا في اهل البيت اسوه، تعال شوف تربيه الابناء في مدرسه اهل البيت، شوف التربيه، شوف اولادهم، شوف منطقهم، شوف كلامهم، شوف احترامهم، شوف اكو ظاهره تمرد موجوده لا تجد. نعم بعض الشواذ ربما تجد، ولكن بشكل عام تجد تمرد في مدرسة أهل البيت، شبان تربية كبيرة من قبل أهل البيت، نماذج راقية واقعا. هذه كربلاء لا نحتاج أن نفتش ها هنا وها هنا، كربلاء مدرسة في كل شيء. تريد الأب المربي تجده، تريد الأم الفاضلة تجدها، تريد الشيخ الكبير ها الصالح صاحب الخبرة تجده في كربلاء، تريد الابن البار تجده في كربلاء، وأمثاله كثر، ومنهم علي الأكبر. هذا الشباب، هذا الشباب شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. كلما اشتقنا الى رسول الله نظرنا الى هذا الشاب، الى علي الاكبر. شوف شوف، عندما سمع والده الحسين يقول يحوق لا حول ولا قوه الا بالله، قال له ابتاه ما لي اراك تحوقين؟ قال ان القوم يسيرون والمنايا تسير امامه. قال ابتاه اولسنا على الحق؟ شباب، يقول شباب هذا، اولسنا على الحق، يعرف منطق الحق ومنطق الباطل، اولسنا على الحق؟ قال بلى. قال اذا لا نهاب الموت، وقع علينا ام وقعنا؟ هو اجالنا والله احنا رحنا اليه. ولذلك يتحسف الإنسان على فقد هذا الشباب، مثل هؤلاء الشباب إذا راحوا وقتلوا وارتحلوا من عالم الدنيا يتأثر القلب على رحيله. ولذلك يقولون، هذا كلام سكينة، سكينة تقول مرتان رأيت فيهما أبي الحسين كهيئة المحتضن. مرتين تقول المرة الأولى التي رأيت فيها أبي الحسين كهيئة المحتضر عندما أراد أن يودع أخي علي الأكبر، رأيته قد وضع يدا على ركاب علي واليد الأخرى على شيبته المباركة، أخذ يهرول معه في المعركة وهو ينادي ويقول يا عمر بن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي وذبحك على فراشك عاجلا، إلى أن توجه إلى القتال وقاتل الأبطال وجزر وجدل أولاد بكر بن غانم جميعا. هذه المرة الأولى تقول سكينة،
المرة الأولى التي رأيت فيها أبي الحسين كهيئة المحتضر عندما ودعه. قولي لنا يا سكينة ما هي المرة الثانية؟ تقول سكينة المرة الثانية اللي شوف شلون قلب الحسين على ولده. وشلون هذا الحب، هذا الولد مثل علي، الكل يتمنى يصير عنده ولد مثل علي، علي الأكبر. يقول تقول سكينة المرة الثانية التي رأيت فيها أبي الحسين وقد غارت عينه في أم رأسه، عندما برز بكر بن غانم إلى أخي الأكبر، رأيت أبي قد وضع يدا على شيبته واليد الأخرى على صدره وهو ينادي وولداه وعليا. زينب وليلى واقفتين تنظران إلى الحسين عليه السلام، العلامة وجه الحسين، بينما هم كذلك إذ بهما يرى وجه الحسين قد تغير. هنا التفتت ليلى إلى الإمام قالت أبا عبد الله أرى وجهك قد تغير، أصيب ولدي بسوء، العلامة وجه الحسين، أصيب ولدي بسوء؟ قال لها لا يا ليلى، ولكن برز إليه رجل يخاف عليه منه، ولدي عطشان وذلك الرجل فارس وقد شرب الماء. قالت له أبا عبد الله ادعو الله أن يرجع علي ولدي سالما. قال لها يا ليلى أنا لا أحرك ساكنا في مثل هذا اليوم، أنا لا أحرك ساكنا في مثل هذا اليوم، ولكن سمعت رسول الله يقول إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب، فاذهبي إلى الخيمة وادعوا الله أن يرجع عليك ولدي، ولدك علي. وفعلا إجت ليلى، دخلت الخيمة رفعت خمارها ومدت يدها وهي تنادي إلهي بعطش الحسين، إلهي بغربة الحسين، إلهي بوحدة الحسين، يا راد يوسف إلى يعقوب رد علي ولدي علي سالما. دشت الخيمة هالغريب وتوسلت بالله وحبيب بحسين وش ما بي مصيب، يا راد يوسف عن مغيب اليعقوب ومسكن لهيب، أريدك علي سالم. ردت للخيام تصيح يا رب ارحم أحوالي، سلم لعدين الروح شبيه المصطفى الغالي. أوال توجهت لله والعين تدمع والجبد حرى، ومدت ايدي لله ايد تكفكف بيها العبرة، صاحت لا تخليني وحيدة بقلبي الحسرة، يا ربي لا تخيبني وسلم ثمر دلة. اسمع دعاء ليلى، تريد ولدها، شوف القسم ماله، تقل بجاه اللي انطبر راسه وطاح بمسجد الكوفة، بجاه اللي انطبر راسه وطاح بمسجد الكوفة، وبحسين وعطش جبده وبالعباس وجفوفة، سلم لي بدر سعدي خلي عود باشوف، سلم لي بدر سعدي خلي عود باشوف، هنالك
لما برز إلي بكر بن غانم ما هي إلا ساعة من جلت الغبرة وإذا بالأكبر قد جدل بكر بن غانم على بوغاء كربلاء وجاء يطرد إلى المخيم صيد الملوك أرانب وإذا برز فصيد الأبطال يا بويا قطرة معي عطش والشمس والميدان اقل لو تنطف بقطرة مي نار قلبي ما حد كفو من هالجمع يوقف بدربي برد غليلي وعاين طرادي لحمل على الجيمان حملهاش اصرخ وخلي الخيل تتكردس على الخيل وادع النهار من العجاج اظلم من الليل واملي الواد من الجثث وادمد دمس تعال النهار اترك مضاربهم خلي ضمال صدر وصاح مني والدمع سار ابشر يا عقلي جان مني طلبتك ما وان جان تطلب ماي هذي طلبت اللي يجيب الماي ضل جثة واذا بمنادي الاعداء ينادي اين رجالك يا حسين أين أنصارك يا حسين أراد أن ينقلب إلى المعركة قال ولدي اذهب إلى أمك في الخيمة فإنها تنتظرك إجا الأكبر إلى أمه رأى مخشا عليها نادى أمه ليلى كلميني أمه أنا ولدك علي كلميني ما سمعت وجلس عند رأسي أخذ يبكي على رأسي أفاقت ليلى نظرت إلى علي قالت أهلا بك يا نور عيني أهلا بك يا ولدي أراد أن ينقلب إلى المعركة تعلقت بأذياله وتمسكت بأثوابه قال لا أمه تمنعيني أمه ماذا تقولين للزهراء إذا جاءت كل أم برأسي ولدي هدية لفاطمة ماذا تقولين للزهراء أمه قالت ولدي أريد أن أراك أريد أن أشبع منك تقل تغيب يا بدر سعدي لما أرد انظر لطولك وضمك ضم وانظر بعيني غرتك يا حلو لي عساه الموت دونك يا ظل قالها مشيت قبال عينك ودعي وتودعي مني قبل ما تفقد مهجة قلبك بعد لا تترقب عنك انا رايح ولا ارجع للصيف قالت يا عقل ثياب عرسك فصل جن خسرت حسبات قلب اللي حسبت وكل الأسف زفت زواجك ما شفت مثلك ولد يا نور عيني اللقاء قالها يا يمه حجايتك والله عجيب